السلامكم الدراري، معكم فورز ومرحبا بكم فيديو جديد. المهم الدراري اليوم غادي نديرو رياكشن تايم. عارف الى ما درتش هذا الرياكشن غادي نصدق معطل عليكم واحد السيمانه ما نلوحش لكم فيديوهات. علاه كنت من زمان ندير واحد الرياكشن على واحد الفيديو اللي عجبني ولا واحد المزيكا اللي عجبتني. الصراحه ماشي غير المزيكا اللي عجبتني ولكن الفيديو كليب تا هو كامل كيفاش صايبوه داكشي اللعيبات راه الهربه. ولكن قبل من اي حاجه، انت ولا انت اللي كتفرجوا فيا، الا كنتي ما ابونيش بالرجوله ولا بالانوثه تابونا في لاشين وفعل زر الجرس، حيت ضروري خصك تفعل زر الجرس باش يبقى يوصلوك لي نوتيفيكاسيون ديال الفيديوهات ديالي. يعني غتورك على ابوني، غتخرج لك واحد الجرس، غتورك عليه، غتورك على توت النوتيفيكاسيون اللي كاينه الفوق. اليوم غادي نديرو رياكشن على فيديو ديال جمال الفا، هاد الفيديو اللي صايبوه هو واحد مايسترو زيكو، واحد خطحونا اللي تقدروا تكونوا كتعرفوا الاغاني ديالو ولكن ما تعرفوش. المهم هاد خونا هذا معروف بزاف طرف الامريكانيين، كيدير كوفرز ديال دونالد ترامب، يعني كي بحال قلتي كيشتي اغنيه وكيخلي دونالد ترامب يغنيها، يعني شي حاجه اللي تسطيها. المهم خونا راه الهربان، عنده قال شي 2 مليون و 3 مليون ديال لي زابوني. اوكي نتلاحوا الفيديو. فيديو سميتو ريميكس 36 انا باسل اف تي جمال الفا بيبي. حق الحاجه اللي نسيت هي انه كيدير داير واحد الريميكس ديال سميتو ديال الاغنيه ديال بيلي ايليش باد جاي، رجعوها ديال الشعبي، يعني شي حاجه اللي مسطيه فكره اللي ما طايش لك طاش اليوم. على هذا الفيديو عجبني وعلاه كندير رياكشن، حيت كندير رياكشن على الفيديوهات اللي كيعجبوني. وحاجه اخرى، صيفطوا لي فيديوهات اللي ناضين، شي مزيكا اللي في شكل، شي فيديو كليب اللي زوين اللي ندير عليه رياكشن. غادي ندير ديديكاس لهذا خونا اللي غادي يصيفط لي شي حاجه زوينه ونقدر كاع نكتب سميتو في العنوان. هو هذا هو مايستر زيكو. تغامل البيس راه كيبان ديال بيت جاي وفي نفس الوقت الشعبي، يعني راه شي حاجه اللي زاد عليها خونا مايسترو زيكو، يعني بزاف خونا هربان وحق الله. كتما بيضا حمرتني في المرعوف، نيني انت كتسلس على صباع رجلي، كتسلس هنا وليه حساب راسك كاع ما معروف، احسب لي مقطع وراقي تركبي تربط نفخو على وقتك الشبح لا ما تقول شكرا بلا ما تسوي كندير. خونا واخا واخا هكاك عنده صوت زوين الصراحه، ولا ما عرفتش واش اوتو تشين هادي ولا شنو، يعني راه صوتو يعني مأديتي واحد الطريقه اللي زوينه الصراحه. وحاجه اخرى اللي هرباتني بزاف في هذا الفيديو كليب هي السطحه ديال جمال الفا، يعني راه بزاف السطحه، هاد السطحه عنده عالم والله تهربالي داك السيد. زعما انت يا خاسر راجل حرش وعار، سهواني باغي ما اكتر صحيح عندك لبواده. شوفوا الصحه ديالو، خلي ماما تبكي الصطا ديالك تشكي. نايس نايس فويس انا باس لا نير صدا. الله يصدقك يدخل الخاطر هاد خونا جمال الفا ناضي، والله تكيعجبني هاد السيد خونا ما على بالوش، يعني صافي ما كيتسوق لتا واحد، يدير اللي بغا يشطح كيف ما بغا، المهم كيفاني وصافي. سكيتي سكيتي راه صافي سكيتي. هاد خونا هذا اللي كنت غنتزوج راه غادي نعيط ليه، هو العرس يبدا يشطح لينا، بقى نشوفو نضحك انايا صافي. المهم الخوت عرفت الفيديو كليب راه قصير بزاف، بغيت نلوح هاد الفيديو غير باش ما نتعطلش عليكم، باش ما بقاش نتعطل عليكم بغيت نلوح لكم هاد لي رياكشن اللي يكونوا خفاف ظراف وفي نفس الوقت اللي فاني وشي حاجه زوينه. anyway الدراري ما تنساوش الدراري الا كنتو جداد في لاشين تفعلوا زر الجرس باش وتابونوا، بعدا هي اول حاجه ابوني فعل الجرس دير لايك الفيديو كومونتينا شي وكومونتي لينا شي كومونتير اللي يكون بوزيتيف اللي نشطنا ولا اللي ضحكنا واللي فرحنا باننا درنا شي حاجه زوينه. كان معكم فورس، نقول لكم دابا بيس.